صالك يا ولا ناقص. الله 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 الله، ده ايه الشغل العالي ده؟ ايه رايك في الحلاوه؟ لا انا لو اعرف ان في الكلام ده انا كنت خلعت من المستشفى وجيت لي الجري على طول. كنت هتيجي تلاقي مين في البيت يا حسره؟ ما كنتش هتلاقي حد يا حبيبي، ما انا كنت في المدرسه من الصبح. ما لحقتي عملتي كل الحاجات دي امتى؟ شوف انت بقى الشطاره. شطاره دي شطارة وجمال وحلاوة وبقلاوة وزبادي بالعسل. بقولك يا بنت، ما هتسيبك من موضوع الأكل ده، تعالي بس عشان عايزك في موضوع مهم. بس يا رضا يا رضا استنى بقى يا رضا. الله، وبعدين الأكل ده بالذات ما ينفعش يتاكل غير وهو سخن، بالذات بقى الكوارع. إن ما اتاكلتش وهي مشعوطة كده يبقى ملهاش طعم. وبعدين أنت مستعجل على إيه؟ ده أنا عمري لسه قدامنا طويل. تعرفي تقنعيني أنت برضه يا بنت صبري. طب اقعد يلا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بص بقى، انا عاملها كده بشوربه الكوارع. الله، طعمها حلو قوي. انا شبعت. يلا بقى. ما بس يا رضا بقى. الله يا رضا، ما قلت لك ما ورناش حاجه، الليل قدامنا طويل يا اخي. اقعد بقى، عايزك تدوق الاكل كده وتقول لي رايك، لسه ما دخلناش في التقيل. ماشي. مين الغبي اللي جاي في ساعه زي دي؟ مش عارف. اشرف بيه. ازيك يا رضا؟ دي خطوه عزيزه يا باشا، اول مره تشرفني في بيتي يعني. لا للاسف يا رضا، انا مش جاي زياره، انا جاي المره دي في شغل. انا كان قلبي حاسس ان انتوا هتشغلوني معاكم في البوليس. والله لا، انا جاي ومعايا امر بالتفتيش يا رضا. تفتيش ليه يا باشا؟ خير؟ هتعرف دلوقتي. مراتك جوه؟ اه موجود. طب قول لها تدارى بسرعه. سكه يا صابرين. اتفضل يا رضا. تعالى قد انت وهو، خشوا فتشوا البيت ده حته حته. يلا بسرعة. في ايه؟ في ايه يا رضا؟ والله العظيم ما اعرف حاجة يا صبري. لقيت الحاجات دي يا باشا. ايه ده يا رضا؟ معرفش والله، بس شكلها كده ادويه من بتاعه المستشفى. وايه اللي جابها عندك؟ معرفش، انا اول مره اشوفها هنا. اول مره تشوفها هنا؟ وايه ده كمان يا رضا؟ اول مره تشوفهم برضو؟ هو في ايه يا اشرف؟ ايه في اللي جالنا بلاغ ان انت سارق ادويه مخدره من العقده بتاعتك، وانك بعت جزء منها؟ وادي الدواء، وادي الفلوس. لا الكلام ده كذب، الكلام ده ما حصلش. ودول برضو كذب. هاتوه هاتوه. يعني ايه؟ والله العظيم يلا يا باشا، ما عملتش حاجه والله. يلا يا باشا، والله ما عمل حاجه يا باشا. يا باشا والله يا رضا. يا اشرف بيه، سيادتك عارفني كويس. لا يا رضا انا ما اعرفكش، انا ما اعرفش غير الادله اللي قدامي وبس. واللي فات كله يعني ممكن نقول عليه كده تمثيل، بس من ممثل شاطر بصراحه. برافو يا رضا، كنت هايل. وسيادتك مصدق اللي انت بتقوله ده؟ وما صدقش ليه؟ انا الشغلانه بتاعتي دي يا رضا علمتني ان انا اصدق اي حاجه من اي حد في اي وقت. وبعدين احنا في زمن ما فيهوش حاجه ما بتتصدقش. طيب لو افترضنا ان اللي سيادتك بتقوله ده صح، انا هعمل كده ليه؟ هقول لك انا يا سيدي، يعني عشان لما تقع زي ما حصل كده تيجي تقول لي بقين الصعبانيات دول وتصعب عليا واصدقك. بلاش دي، اختلفت انت والبرتيتا وعايز تخلص منهم، فجيت لي عشان اخلصك وتبقى بطولك لوحدك كده في المستشفى رئيس تمريض وكل حاجه ايدك عليها. سيادتك، هو انا لو بالذكاء ده كله هروح اسرق ادويه من دولاب في عهدتي وانا اللي ماضي عليها بنفسي عشان اودي نفسي في مصيبه؟ سيادتك اللي عمل كده عمل كده عشان ياذيني انا، وانت عارف كده كويس. بقول لك يا رضا، ما تشغلنيش بالكلام ده، ما تصدعنيش. اللي عندك كله في النيابه يا ابن الحلال، ويا ريت تلاقي حد يصدقك اصلا. ماشي يا اشرف بيه، سيادتك تقدر تقفل المحضر وما تقلقش،
أنا معايا ربنا. ها صدقتي؟ رضا بيت قبض عليه. نعم؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ اللي أنت سمعتيه، لسه عارف الخبر حالا؟ مستحيل. ما هو ده يا حبيبتي اللي أنا عمال أقوله من الأول. يا بابي رضا بني آدم محترم، عمره ما يعمل حاجة غلط. أنا مش عارف الثقة دي أنت جايباها منين؟ الله، من كلام أخوه؟ إيه يعني؟ هو الحرامي بيمشي في الشارع يقول أنا حرامي؟ لازم يعرف الناس كلها انه ملاك ونازل من السماء. لا يا بابي، من افعاله. افعال ايه اللي انت بتتكلمي عليها؟ انت شفت حاجه بعينك؟ لا. انا بقى شفت وعمال اقول لك ومش عايزه تصدقيني. بابي انت لما بتحبوش من الاول على فكره. يا بنتي مش مساله حب وكره. بلاش، انا ظالم، المدير الجديد كمان ظالم، البوليس، الحاجات اللي لقوها عنده في الشقه، كل ده ظلم. الولد ده خدعنا كلنا يا فندم، كان راسم نفسه على إنه هو ملاك وفي الآخر طلع شيطان. الحمد لله إن ربنا كشفه، نظف المستشفى من أمثاله. كل ده ما عرفتوش قبل ما تعينه رئيس الممرضين؟ ساعتك هو يقدر يضحك على الإدارة زي ما هو عايز، لأنه بصراحة هو حلنج حبتين، إنما علينا إحنا لأ، إحنا زمايله يا باشا، وطول عمرنا عارفين إنه مش مظبوط. وبصراحة كلنا كنا مستغربين من قرار تعيينه رئيس الممرضين. بس مش غريبة إن هو يعمل كل ده وهو لسه ماسك المنصب الجديد ده؟ اصل هو كان نفسه يلبسها يا باشا، لانه كان ماسك جديد وفاهم ان الدنيا هتوه في بعضيها. انما ايه، ربك كريم يا باشا، وقعه في شر اعماله، خلاه يغير مفاتيح كل حاجه والناس كلها شاهده. وغير كده يا باشا، هو ماضي على محضر استلام. شوف انا بقى سعادتك مسكت رئيس تمريض زمان والمده طويله قوي، مفيش اي حاجه راحت سعادتك. يعني كل الدلائل بتقول ان رضا هو اللي عملها. والله العظيم انا ما عملت حاجه يا فندم، انا بريء، انا لسه ماسك قسم التمريض. زمايلك كلهم شهدوا عليك؟ ما كل مره بيعملوا كده. قصدك تقول ان دي مش اول مره يعني؟ لا يا فندم مش اول مره، هما فعلا كل مره بيعملوا كده، وكل مره بطلع منها وربنا بينجيني عشان انا بريء. قصدك كنت بتعرف تتحايل على القانون؟ انا عارف امثالك كويس، احسن لك تعترف، يمكن ده يخفف عليك شوية. التهم اللي بتوجهها لك مش بسيطة وممكن توصلك للإعدام. إعدام؟ طبعاً. مش مخدرات؟ أيوة، بس أنا لا يمكن أعترف بحاجة ما عملتهاش. خلاص، وبقول الكلام ده في المحكمة. شفت الفضايح دي؟ أدينا عمال أقرأ. أنا مش عارف أقول للناس إيه، تليفوني ما بطلش رن من الصبح، مش قادر أرد على حد. أنا مش عارفة تبقى بره الموضوع ليه. إيه البرود اللي أنت فيه ده يا فاضل؟ معقولة مش حاسس بالمصيبة اللي احنا فيها؟ الفضيحة بقت في كل حتة واسم الشديد يبقى في التراب. بالعكس بقى، أنا عايز كل الناس تعرف أنا كنت مقاطعهم ليه المدة دي كلها. يا سلام، بالبساطة دي؟ آه طبعًا بالبساطة دي، كل عيلة فيها الكويس وفيها الوحش. الكلام ده لو أنت مش مترشح لمنصب مهم زي اللي أنت مترشح له. وحتى لو مترشح، تحب أجيب لك لستة بأسماء ناس فضايحها اكتر من كده بكتير ولسه نجوم في المجتمع ومسؤولين ومن نخبه البلد؟ تفتكر الناس ممكن تقبل الموضوع بالبساطه دي؟ وما تقبلش ليه؟ يخلق من ظهر العالم فاسد، وده ولد تلفان وخسران طول عمره، وانا حاولت اقومه اكتر من مره لكن مفيش فايده. يا فاضل انت لازم تنزل بيان فورا. لا طبعا، بيان ليه؟ بالعكس بقى، انا عايز الناس كلها تحس ان انا ما بتدخلش في الموضوع ده، انا راجل بحترم القانون، واهم حاجه عندي ان القانون ياخد مجراه والمخطئ يحاسب. سيدي الرئيس، إن هذا المتهم الماثل أمام عدالة حضراتكم اليوم لم يرتكب جرماً واحداً يوصف بالجناية، وإنما ارتكب من الأعمال الإجرامية ما يوصف بالجنايتين الواردتين بالوصف الوارد بأوراق القضية. الجناية الأولى وهي اختلاس جواهر مخدرة والتي كانت في عهدته حال كونه موظفاً عمومياً بمستشفى الشعب الحكومي، واقترنت هذه الجريمة بالجريمة الثانية وهي الإتجار بالمواد. ماله داخل سخن قوي على الواد كده ليه؟ والمتحصلة محدش يقول له يسكت شوية. الاختلاس آنفة البيان. سيدي الرئيس، إن هذا المتهم الماثل أمام عدالتكم باع ضميره من أجل الحصول على المال، فدمر العقول الشباب والشيوخ وخرب بيوتا ودمر عائلات. فماذا أنتم فاعلون مع هذا المجرم الأثيم والذي وبالتناقض المريع يعمل ممرضا في هذه المستشفى؟
من المفترض انه يخفف اوجاع المرضى ويشعر بألمهم، مما يؤكد ان الجريمة متعصلة بداخله. ولذلك بأطالب بعدالة حضراتكم بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم تطبيقا لنصوص مواد الاتهام 34 و42 والواردة بأمر الإحالة. شكرا سعادة الرئيس. الدفاع يتفضل. انت على طول مأخرنا كده يا شوقي. لا يا ريس هنلحق، صاحبك كده شكله هيلبس احمر. يا عم ما هيلبس، الواد ابيضاني ومكلبز والاحمر عليه هيبقى زي الفل. النبي صعبان عليا الواد. ما يصعبش عليك غالي، يلا مد عشان نلحق الحكم. محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الشعب، بعد الاطلاع على أوراق الدعوة وما قدم فيها من مستندات ومذكرات، وبعد سماع مرافعتين النيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء على المتهم رضا عبد رب الشنجيدي بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأبي رأيه. الجلسة. ماما يا ريتا، يا ريتا ماما. كل اللي هي فيه ده نفسي واضح كده ان هي واخده صدمه جامده جدا. مصيبه يا دكتور، هنعمل ايه؟ لازم الفتره اللي جايه تهدى، يا اما الحاله هتسوء. ان شاء الله. حاضر. عموما انا كتبت لها على المهدئ تاخده عند اللزوم، ويا ريت ما تكترش منه. حاضر. شكرا. نورت يا دكتور. الف سلامة ليك يا فندم. معلش تعاملك معانا يا فندم. لا شكرا يا فندم، الف سلامة. السلامة. طمني يا ابني، الدكتور قال لك ايه؟ مفيش عم وطني، قال لي محتاجة هدوء تام، ومش عارف اجيب لها منين الهدوء التام ده. ربنا يكون في عونها، هو اللي هي فيه ده شوية. المهم هتعملوا ايه دلوقتي؟ مفيش، شوية كده وهنزل اجيب لها الدواء. أنا مش قصدي، أنا قصدي على موضوع رضا. هنعمل ايه يعني؟ هنستنى الاستئناف ونشوف. لازم تقومه محامي كبير، المحامين الكبار دول لهم زواريق وطرق برضو. ايوه بس انا اسمع يعني الاتعاب بتاعتهم بتبقى عاليه. والله يا ابني انا لو كان بايدي كنت قومت انا، بس انت عارف الظروف. كتر خيرك عم وطني، كفايه انك ما صدقتش زي بقيه الناس. اصدق؟ ده لو كل الدنيا صدقت الكلام ده في رضا انا ما صدقش. رضا ده متربي على ايدي، وبيتكم بيت اصول وشرف من يوم ما جيتوا الحارة، وأهل الحتة كلهم يحلفوا بأخلاقكوا وأخلاق أبوك الله يرحمه. الله يرحمه. بالإذن أنا بقى يا ابني. بالإذن إيه؟ أنت ما شربتش حاجة، ما يصحش. وأنا غريبة فهمي، المهم تاخدوا بالكم من أمكم، وإن عوزت أي حاجة أنا تحت أمرك. أنا خليك عم وطني. ريتك كنت في وسطينا دلوقتي. انا مش عارف اعمل ايه، ابي رضا محتاجك قوي. على فكرة بقى أنا مش هنبهر ولا هتخض ولا هتفاجئ ولا هقول إيه ده بابا أنت دخلت هنا إزاي، ولا هسأل الأسئلة دي خالص. غريبة، مع إن أنا انبهرت. أنا بقى هسألك سؤال تاني، أنت جاي ليه؟ جاي عشان أطمن عليك يا رضا. أصل جيتك ملهاش لازمة يا أبو رضا، لأن خلاص كلها كام يوم وحصلك، فملوش لازمة بقى مصاريف ومشاوير. بعد الشر تقولش الكلام ده، خلي عندك امل. الله يخرب بيت امل وسننها. على فكره لو انت ما بتزهقش من النصايح دي انا بقى زهقت من البقين الحمضانين دول. انا كلامي مش حمضان يا رضا، انا كلامي طازه طازه. يا عم ارحمني بقى، ارحمني، ده انا واقف قدامك اهو بالبدله الحمراء، انت ايه ما بتشوفش؟ ايوه ما بشوفش يا ابني،
وده السر اللي خبيته عنك طول عمري. انا عندي عم الوان لون امك الاصلي معرفوش لغايه دلوقتي. على فكره بقى، انا مش هياكل معايا الشويتين اللي انت بتعملهم معايا كل مره دول، لان المره دي القصه مختلفه. الموضوع مش هيخلص لا بضحكه ولا بنصيحه. طب انا هتخلص ازاي؟ يخلص زي ما يخلص بقى، يخلص زي ما يخلص. المهم انت ما تجيليش تاني في احلام، لان انت السبب في كل اللي انا فيه ده. انا يا رضا؟ ايوه انت. مش انت اللي ربيتني على الاخلاق والمثل والمبادئ؟ اوعى تكذب، اوعى تسرق، اوعى تمد ايدك يا رضا على حاجه مش بتاعتك. اي شغل تعمله يا رضا لازم تعمله بضمير. وكانت النتيجه ايه؟ مربي في زنزانه ومستني الموت كمان. يا ابني خلي املك في ربنا كبير، هو عمر ما يخذلك. انا كان مالي، انا كان مالي بالحكايه دي من الاول؟ هو انا اللي هصلح الكون؟ ما الفساد قدامك اهو زي ما هو، ده كل يوم بيزيد عن اللي قبله. على فكره انا ضيعت عمري ومستقبلي على الفاضي، وكل ده بسبب نصايحك. دايما اللي عاوز يوصل للحقيقه هو اللي بيدفع الثمن. وانا اوصل للحقيقه ليه؟ وادفع انا الثمن ليه؟ ما كنت ماشي جنب الحيط وكافي خيري شري. اخسر رضا، وانا اللي كنت جاي زعلان عليك. انا دلوقتي زعلان منك. يا ريتني ما سمعت كلامك. كان لازم افهم ان زمانكو غير زماننا. كان لازم افهم ان حضرتك بتجيني في حلم، لكن انا بصحى من النوم على واقع تاني، واقع مليان كذب وغش وفساد. هتبص لنفسك، شوف انت فين وعمي فين. عشت بالاخلاق والمبادئ والقيم، وفي الاخر مت وسبتنا مش لاقيين ناكل، وعمي اللي سرقنا بقى ملياردير. انا مستغرب قوي، انت مش رضا، مش ابني. بقول لك يا ابو رضا، لو عايز تخدمني بجد بلاش تجيني تاني في احلام. خليني انسى شويه التربيه اللي انت ربيتها لي. ولو مزنقه معاك قوي وعايز تيجي في الاحلام، ابعت لي واحد زي عمي فاضل، اهو جايز يعرف يحل لي المشاكل اللي بقى متهبب فيها. ماشي ماشي يا دكتور. على فكره بقى، انا المره دي مش هصلحها لك، هكدب عليك وهسيبك على عمك. انا دكتور، ايه رايك؟ الأستاذ عشان يفتح ملف زي ده يبقى عايز له 40 ولا 50 ألف على الأقل، يعني على حسب القضية ونوعها. سلام، لما هيقرب كده أمال هيترفع بكام؟ لا، دي قصة تانية خالص. لو قرر إنه يترفع عن القضية يبقى بنتكلم في مياية كمان على الأقل، وأكتر شوية لو قلل الحكم، وأكتر شويتين لو جاب براءة. يا أخويا ده أنتوا على كده عايزين بنك؟ بقول لك إيه يا ماما، ده مكتب أكل عيش، وأديك عرفت النظام. معاكي فلوس؟ اهلا وسهلا. ما معكيش يبقى اتفضلي بقى وما تتعبناش اكتر من كده. طب يا اخويا ما تهدى علينا شويه، هو في ايه؟ الكلام اخد وعطى. معلش يا حاجه، ورانا اشغال. اتفضلي، الاستاذ زمان جاي. تمام. لا يا بنتي ما ملوش فايده كده. والله العظيم يا رب. يا ماما بس ممكن تهدي وتخلينا نفكر بالراحه؟ يعني عايزين نعمل ايه؟ اسيب الواد يروح مني؟ يا ماما مفيش الكلام ده، ربنا بس يعرفوه بالعقل. احنا هنجيب المبلغ ده كله منين؟ هنتصرف ان شاء الله، نضرب الارض تطلع فلوس. احنا ضربنا ارض الحاره كلها، مش هتطلع فلوس تكفي حتى بس لقرايه القضيه. ممكن تخرس انت دلوقتي عشان انا مش فايقه لك. عاطف عنده حق يا ماما، فوضت امري ليك يا رب، انت العالم والمطلع. انا هروح الشقه الثانيه يا ماما، عشان لو بصراحه عصبي تعبت خلاص ومش قادره اقعد اكتر من كده. سلامة حبيبتي. يا قلب امك يا بنتي، ما لحقتيش تفرحي. بصي يا ماما، انا مش شايف غير حل واحد. حل ايه يا ابني؟ الحقني بيه. نروح لعمي فاضل. عمك ده زمانه عامل فرح دلوقتي. ما انا مش شايف اي حل تاني يا ماما. انسى يا فهمي الكلام ده، احنا كده نبقى بنضيع وقت. ماما عندها حق، مش هيخسر حاجه لما نجرب يا نسمه، بالعكس يمكن عمك لما يعرف ان الموضوع واصل لاعدام قلبه يحن، ثم في الاخر ده عمه، يعني الموضوع في وشه. خلاص يبقى انا اللي هروح. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ انا يمكن اسيبك تروحي له، مع اني عارفه ومتاكده انه مش هيعمل حاجه، بس ما دام انتوا شايفين ان في امل يبقى ما حدش هيقنعه غيري.
انا عملت زي ما انت قلت لي بالظبط، طلعت من غير ما حد يشوفني. خير؟ في ايه بالظبط؟ انت لسه عايز تتجوزني؟ ايه اللي عاوز؟ ودي محتاجه سؤال برضو. طب انا موافقه. موافقه؟ طب ولا مؤاخذه جوزك ده هنعمل فيه ايه؟ جوزي ده مالكش دعوه بيه خالص. انا اقدر اخلص منه بقضيه ثلاثه تعريفه. المهم دلوقتي ان انا موافقه على الجواز، بس ليه طلبات. لو كان كده انا خدامك من ايدك دي لايدك دي. ده انت تأموري عروسه. انا عايزه 250,000 جنيه يبقوا بكره في ايديا. اديني النبي، ده مبلغ كبير قوي يا صابرين. ايه؟ ما استاهلهمش؟ الا تستاهل. ده انت تستاهلي وقدهم 10 مرات. بس لما اخذ المبلغ ده انت عايزاه في ايه؟ ده مهري. اصل انا قررت اشوف نفسي وعايزه اعمل مستقبلي. ده عين العقل. هو ده الكلام. ابوس ايدك. ايه اللي بتعمليه ده يا حبيبي؟ اقف معانا يا فاطر، خليك جنبي المره دي. رضا ده انا ماليش غيره في الدنيا دي كلها. انا نسيت كل اللي فات، وجميلك ده هيفضل متعلق في رقبتي لحد ما اموت. رضا مهبه كان ابن اخويا، يعني ابني وعمري ما هتخلى عنه. بس ده واخد اعدام، يعني قضيه مش سهله وعايزه محامين كتير. قضيه مخدرات يا حليمه مش اي حاجه. مخدرات ايه بس يا فاضل؟ انت صدقت دي قضيه متلفقه له عشان يخلصوا منه؟ معلش يا حليمه انا عايزه اساعدك، بس ظروفي زي الزفت اليومين دول. ظروفك؟ ده بقى مرض زنجبار. زنجبار؟ انت برضه بتصدقي الكلام ده؟ وبعدين ما غوركيش القصر والجو ده، كل ده بتاع شروط. انا بمر بازمه ماليه اليومين دول بسبب التدبيسه اللي دبسها لي رضا، وانا ما كنتش عامل حسابي ليه. عايزاني اعمل لك ايه بقى؟ طب ابقى افتكر ان انا جبت لك لحد هنا وبص ايدك عشان تقف جنب رضا، وانت اللي تهربت. يعني الواد ده لو حصل له حاجه ذنبه هيبقى في رقبتك، وساعتها مش هسيبك. انا مقدر اللي انت فيه يا حليمه، عشان كده مش هحاسبك على الكلام اللي انت بتقوليه. انت بتكلميني كأن انا اللي حبسته. ايوه انت اللي حبسته، ولو اتعدم يبقى انت اللي عدمته. لو كنت وقفت معانا زمان ما كانش الواد ده ساب كليته، وكان زمانه بقى دكتور زيك. انت بتحمليني سبب فشله؟ انا كنت عارفه انك مش هتعمل حاجه، بس قلت يمكن لسه عندك ولو ذره خوف من ربنا. ربنا اللي عمره ما هينسى رضا، وإذا كنت أنا ما قدرتش أتصرف له في الفلوس فربك كبير وهو اللي هيتصرف له. دول 250,000 جنيه أتعب حضرتك يا متر. بس أنا ما أقدرش أوعدك إن هطلعه براءة. أنا أهم حاجة عندي إن رضا يعيش مهما كان الثمن. أنا عايزك تعمل كل اللي تقدر عليه، وعلى كل حال دي أتعب حضرتك في القضيتين مقدمة. قضيتين؟ ما هو في قضية تانية كده أنا كنت عايز حضرتك تترافع لي فيها. هي قضية سهلة، يعني مش لازم حضرتك تروح بنفسك، ممكن تبعت أي حد من المكتب عندك. ما ينفعش كده يا رضا، انت داخل على اكتر من 10 ايام وانت نفس الحاله تقريبا ما بتاكلش. يا هتفرق في ايه يعني حضرة الصوت؟ ايه اللي هتفرق في ايه؟ كده غلط عليك يا ابني. هتفرق في ايه يعني؟ هموت؟ طب ما انا كده كده ميت. يا ابني انا هنا بقالي سنين كتير، شفت ناس على حالتك ديت وربنا كرمهم في الاستئناف. لما ربنا يكرمني بقى ان شاء الله في الاستئناف نبقى نشوف بقى حكايه الاكل دي. طب قوم معايا، المأمور عايزك. خير؟ عايزني في ايه؟ وانا شعرفني هناك هتعرف. ادخل. مسجون يا فندم. انت رضا عبد الرب الشنديدي؟ مظبوط يا فندم. انت متجوز يا رضا؟ ايوه يا فندم. للاسف يا رضا في قضيه طلاق مرفوعه ضدك من مراتك صابرين جابر الدكش وكذبتها، وده يختار من المحكمه.